لو انا رحت على الاكزامبل ده، ده كان بيكريت تيبل على مين؟ على ساعتها على ماي سيكوال. طب انا هاخد منه، هاخد منه كابي كده على 76 86. اكزامبل تاني خالص، ومش هكونكت من الماي سيكوال دي، انا هكونكت من الاكزامبل 85 ده اللي احنا كنا عاملين اسمه كونكت تو سكرو سيرفر. لا مش عايزين كونكت سكرو سيرفر، عايزين مين؟ عايزين اللي هو ده كونكت تو بوست جريز اللي هو اكزامبل 4. فانا هاجي دلوقتي اقول الاكزامبل كام؟ 84. هتمبورت ايه؟ قلت له انا كونكت تو بوست جريز، هو ده الاختلاف. ولما اجي نرجع الفانكشن هتلاقي على كونكت تو بوست جريز، صح؟ تمام؟ دروب تيبل اف اكزيست اسمه امبلي، ده صح. الامر ده كده زي ما هو، زي ما كان في الماي سيكوال هو هو، زي ما كان في البوست جريز ما بيتغيرش. كما هو، كما نحن، تمام؟ ما غيرناش شيء. طيب هقول له كرييت تيبل اسمه امبلي، اديناه الاي دي، تمام؟ كاركتر، بنظبط الكلمه كامله بس كلمه كاركتر كامله عندنا في الفرق. ان احنا بنكتب الجمله هنا اسم النوع البيانات كامل، نوت نال برايمري كي از ات از. النيم فار، فار كاركتر ما بتكتبش كده عندنا فار كاركتر، بنكتب كاركتر عادي كنوع بيانات، وبنكتب بعدين لو احنا عايزينه فارينج يبقى نكتب ايه؟ فارينج، عشان يبقى ايه؟ ستريتشنج، وبنقدر نعمل عليه فارينج كاركتر عادي جدا. نوت نال از ات از جوب، قلنا خلاص يبقى اسمها بدل فار كاركتر اسمها كاركتر فارينج، تمام؟ وخلصنا. السالري بقى بنكتب الديسمال، عندنا اسهل حاجه عندنا اللي هو الري، تمام؟ ده معناه رقم فيه كسر. ده فين؟ ده في الايه؟ في البوست. يعني ايه اللي غيرنا؟ غيرنا انواع البيانات، وفعلا انواع البيانات بتختلف من داتابيس لاخرى كمسميات، لكن الفكر برضه واحد. الفكر برضه ما زال واحد. يعني كاركتر بدل بلد شهر، بدل فار كاركتر هنا بتكتب كاركتر فاري، والديسمال هنا اسمه ريل، وخلصنا. انواع بيانات وخلصنا. وبعد كده قلت له نفذ الامر الاول، نفذ الامر الثاني، وقول لي اكتبه الكريت، وخلصنا. ايه اللي انا عملته ولا حاجه؟ انواع البيانات غيرت، وبقيت بشاور على البوست جريد. هل بقى كل الاكواد تشتغل؟ بينا نجرب. بسم الله نعمل كليك كامل ونقول له ران. لاحظوا قال لي كونكشن سكسسفول، قال لي امبلي تيبل كريتد وكليرد اند كريتد سكسسفول. قلت له لا، هنرجع ونشوف على الداتابيز ذات نفسها. لو رجعت هنا ادي داتابيز السكيما بتاعتنا واحد في تيبل للستودنت بس. قلت له ايوه ماشي، بس اعمل ريفريش للداتابيز عشان الداتابيز تحس بالجديد. ريفريش او عشان الابلكيشن هنا يشوف اللي هو اسمه بي جي ادمن ده يشوف الجديد. ما شافش الجديد، صح؟ ليه؟ لان احنا هنا بنكبر في الـ في الماي في الـ اسمه ايه؟ في الـ في البوست جرين، ان احنا الكوميت يعني ما كناش بنكوميت احنا جوه في الـ واحنا شغالين على ماي سيكوال، لكن يقول لك لا اعمل كوميت، احنا اصلا فاهمين كوميت، صح ولا ايه؟ الكوميت واجب مع البوست جرين، مع ماي سيكوال ما كانش واجب، بس كده كده احنا كنا بنستخدمه في الدي ام ال اللي هي انسيرت اوبديت وديت، كنا بنعمل كوميت مع ماي سيكوال وكذلك مع بوست جرين. لكن في الـ في الـ في الدي دي ال ده او الكرييت دي ما كناش بنعمل كوميت مع الماي سيكوال، لكن هنعمل كوميت عادي مش مشكله خالص. تليفون بسيط يعني. قلنا رن. فلما عملنا رن قال لي طبعا طبعا كوركينج كونكشن سكسسفول مرتين، لان هتلاقينا احنا في الملف هنا كنا بنلعب كونكشن. هنوقف ان احنا بننادي هنا خلاص، احنا بلاش بنستخدمه من هنا. لكن احنا بننادي من هنا على طول. ولذلك المفروض تطبع مره واحده بعد كده. وقال لي ان هو اتعمل. نروح على نشوف بوست دي بتاعتنا او الداتابيز. احنا كان عندنا الباي دي بي 1 دي اللي هي فيها فيها ستودنت بس. نعمل عليها ريفريش. بسم الله هلاقي التو تيبلز اهو، ولا ادي الانكري اهو. لو جيت فتحته طبعا هتلاقيه فاضي لان لسه ما عملناش ايه؟ لسه ما عملناش اي شغل. كريتنا التيبل بس اهو. اي دي بي كي كاركتر 4، نيم كاركتر بارينج 50، الاي جوب كاركتر بارينج 50، السالري ريل، وكله تمام.